لضمان استمرار التنمية الزراعية وأيضا توفير الغذاء يواجهنا الكثير من التحديات، أهم هذه التحديات هو طبعا الزيادة السكانية، التغيرات المناخية، ندرة المياه. أعتقد هناك الكثير من العلوم وهناك الكثير من النظريات المجمع دلوقتي يعني تحضرها حتى نستطيع أن نواجه هذه التحديات بأمان ونستطيع على البقاء بشكل عام والنهوض بقطاع الزراعة. دلوقتي نتكلم عن دور التكنولوجيا الحيوية ودورها في الزراعة وأيضا صناعة الغذاء. نفتح محاور كتير جدا في هذا الموضوع مع ضيفي اللي مشرفني في هذه الفقرة، الدكتور إبراهيم عبد المقصود العميد السابق لمعهد الهندسة الوراثية. أهلا بك يا دكتور، تحت لحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. نتعرف في البداية يعني إيه التكنولوجيا الحيوية بشكل عام؟ التكنولوجيا الحيوية هي استخدام الخلايا الحية بقدرة الله سبحانه وتعالى في إنتاج منتج يفيد البشرية. جميل. الخلية الحية بما تحتويه من جينات وكل محتوياتها نسخرها لفايدة الإنسان، لإنتاج منتج فايدة للإنسان، سواء كان هذا في مجال الزراعة فيما يسمى التكنولوجيا الحيوية الزراعية أو ما يسمى حاليا الجرين باي تكنولوجي أو التكنولوجيا الحيوية الخضراء. لا. أو في مجال الطب فيما يسمى التكنولوجيا الحيوية الحمراء الريد باي تكنولوجي. تمام. أو في مجال الصناعة فيما يسمى التكنولوجيا الحيوية البيضاء أو الوايت باي تكنولوجي. جميل. أو في مجال الأحياء البحرية فيما يسمى التكنولوجيا الحيوية الزرقاء البلو باي تكنولوجي. نعم. فالتكنولوجيا الحيوية بتخدم كل مجالات الحياة. نعم. بقدرة الله استغلال الخلية الحية في الكائن الحي سواء كان نبات أو بكتيريا أو فطريات أو أي كائن دقيق استفادة منه لخدمة البشرية. نعم. وأقرب شيء إنتاج الإنسولين باستخدام التكنولوجيا الحيوية اللي حللنا مشاكل كبيرة جدا جدا في مجال الطب وكذلك مجالات متعددة. نعم. نتعرض لها إن شاء الله. إذن مجالات أخرى ومجالات عديدة تستخدم من خلالها التكنولوجيا الحيوية. حابين نتكلم دلوقتي عن استخدام أو دور التكنولوجيا الحيوية في النهوض بقطاع الزراعة واستخداماتها يعني في مجالات الزراعة بشكل عام. نظرا لأهمية التكنولوجيا الحيوية من أوائل الثمانينات وزارة الزراعة اهتمت اهتمام كبير بهذا الموضوع. تمام. وتشاركت مع جامعة كاليفورنيا في ديفيس لإنشاء مشروع ما يسمى مصر كاليفورنيا لتطوير النظم الزراعية. تمام. شاركت فيه الجامعات المصرية ووزارة الزراعة وجامعة كاليفورنيا. تمام. وكانت من نتيجته إن ده اللي دخل التكنولوجيا الحية في مصر بداية من الزراعة وامتدت إلى جميع المجالات، الطب والصيدلة وجميع والبيطرة وجميع المجالات الحيوية. تمام. وكان من أبرز هذه التكنولوجيا الحيوية في مجال الزراعة فما يسمى زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء النباتية اللي مصر تعتبر حاليا لها خبرة متميزة ومن أحسن دول في منطقة الشرق الأوسط، ها، أو لها خبرة كبيرة وكثير من الناس تتمرنوا في هذا الموضوع لدرجة أن بعض الدول الأوروبية بتستعين بخبرة مصر أن تبعت لها جرم بلاز اللي يحصل له مايكرو بروباجيشن او ملتبليكيشن او زياده الاعداد تحت ظروفنا المصريه نظرا لهذه الخبره. تمام. وكمان نظرا لاهميه التكنولوجيا الحيويه تنبهت لها جميع الجامعات واكاديميه البحث العلمي اللي لها باع كبير جدا حاليا وبتدعم التكنولوجيا الحيويه. انشئ معهد للهندسه الوراثيه الزراعيه في وزاره الزراعه. تمام. وهذا معهد رائد جدا جدا ومعهد للهندسه الوراثيه والتكنولوجيا الحيويه لتخريج خريجين متخصصين في هذا المجال في دراسات الماجستير والدكتوراه. جميل. وانشئ 8 أقسام. التكنولوجيا الحيوية النباتية، التكنولوجيا الحيوية الحيوانية، التكنولوجيا الحيوية البيئية، التكنولوجيا الحيوية الصناعية، التكنولوجيا الحيوية الميكروبية، التكنولوجيا الحيوية في مجال البيولوجيا الجزيئية وفي مجال المعلوماتية الحيوية وفي مجال تشخيص الأمراض بالتكنولوجيا الحيوية سواء كانت أمراض نبات أو أمراض حيوان أو أمراض إنسان باستخدام التكنولوجيا الحيوية. فأصبحت التكنولوجيا الحيوية خادم بالزبط. لكل العاملين لكل في مجال الزراعة في مجال الصناعة في مجال الطب هي خادم وبالتالي
المتخصصين في هذه المجالات لما بيستعانوا بالتكنولوجيا الحيويه بترفع الانتاج وبتحل كثير من المشاكل اللي احنا بصددها. جميل. طيب خلينا نتكلم برضو عن كيفيه التغلب عن نقص او شح المياه من خلال استخدام يا فندم التكنولوجيا الحيويه. حضرتك تعلم يعني اعتقد هذه المشكله بتواجه الكثير من الزراعات والمناطق الزراعيه وتحديدا المناطق الصحراويه المستصلحه يا فندم. من خلال اهداف الزراعه التكنولوجيا الحيويه من هذه الاهداف حفظ الاصول الوراثيه وانتاج نباتات خاليه من الامراض. نعم. انتاج نباتات خاليه من الامراض وانتاج نباتات تتحمل ظروف الاجهاد البيئي، سواء كان ده ناتج عن طريق ما يسمى التغيرات اللي بتحصل او عن طريق ان احنا بننقل جينز معينه مسؤوله عن الدراوت اللي هو قله المايه عن المايه او السالينيتي اللي هي الاملاح. فندره المياه عندنا اصبحت شيء ضروري للغايه واحنا متوقعين ونتمنى ان احنا نتغلب عليه بطريقه او باخرى. فمجال ان احنا نشوف النباتات اللي بتتحمل قله ندره المياه زي نخيل البلح، زي الزيتون، زي بعض النباتات التين، ها، ونزرعها في هذه المناطق نظرا ان هي بتاخد كميه مياه اقل. او كمان الاراضي الجديده كلها عشان ما نستخلصش مياه كتير في بعض النباتات اللي هي زي جتروبا، الجيجوبا، كل هذه النباتات احتياجاتها المائيه قليله جدا، وبالتالي نستطيع ان تكون هي دي من النباتات المرشحه في الاراضي الجديده اللي هي فيها شح في هذه المياه. تمام. الفلاح البسيط بقى يا فندم ممكن ازاي يستفاد من التكنولوجيا الحيويه في مجال الزراعه بتاعه بشكل عام؟ التكنولوجيا الحيويه بالنسبه هي مسخره لخدمه الفلاح. بالظبط. احنا عندنا شقين، ان احنا ننتج نباتات خاليه من الامراض. تمام. وبالتالي المزارع بيتعامل مع نباتات خاليه من الامراض. جميل. ودي نقطه مهمه جدا ويمكن ظهر اثرها قوي في بعض النباتات زي الموس. انتاج الموس خالي من الفيروسات المسببه للتورم والمسببه الفيروسات المسببه للتبرقش خلال زراعه الانسج، وده كميات كبيره واصبح الفلاح بيزرع منها. ولكن احنا بنقول له ما تزرعش، خلي بالك الموس بيحتاج كميه ميه كتير، ها، يبقى في حرص. على الرغم ان انت عندك التكنولوجيا الحيويه خدمتك في انتاج نباتات موس خاليه من الامراض وذات انتاجيه عاليه وصفات ثمريه جيده، ولكن احذر، هذه النباتات تتزرع في المناطق اللي فيها وفره من المياه، لكن المناطق الجديده وخاصه الاراضي الجديده ما بنوصيش بزراعه هذه النباتات عشان النباتات احتياجاتها عاليه من المياه. تمام. طيب نتكلم بقى عن دور واستخدامات التكنولوجيا الحيويه في توفير الغذاء. وحضرتك تعلم يعني هناك الكثير من التحديات اللي تواجه استمراريه توفير الغذاء، اهمها طبعا الزياده السكانيه والتغيرات المناخيه وخلافه. يعني التكنولوجيا الحيويه بقى كيف تتدخل بشكل امثل حتى يمكن من خلال توفير الغذاء يعني بطريقه تناسب الجميع وطريقه ما حدش يقلق يعني من التحديات اللي بتواجهنا بشكل عام؟ التكنولوجيا الحيويه غذاء، كساء، دواء. جميل. بتساعد في او بتتدخل لمساعده القائمين بالانتاج في هذا المجال. نعم. بتساعد مربي النبات عشان ينتج نباتات ذات انتاجيه عاليه، كميه الانتاج بتزيد. نعم. مربي النبات احنا عندنا مربي النبات تحت ظروفنا المصريه في محاصيل الحقل من احسن المربين اللي بيحققوا نتائج كويسه جدا جدا، ونتمنى ان هي تكون في الخضر وفي الفاكهه وفي النباتات الزينه وفي النباتات الطبيه. فمربي التكنولوجيا الحيويه بتقدم لمربي النبات طريقه سريعه، ها، ان هو يزود الانتاجيه. كذلك ان هو بتقدم كمان طريقه ان هو بتدير نباتات خاليه من المرض وخاصه الامراض الفيروسيه. وفي صعوبه بالطرق التقليديه انتاج نباتات خاليه من الامراض الفيروسيه الا عن طريق التكنولوجيا الحيويه. هي دي الطريقه الوحيده ان هي بتقدم للمزارع نباتات خاليه من الامراض وبالتالي تزيد الانتاجيه. نعم. التكنولوجيا الحيويه كمان بتساعد على حفظ الاصول الوراثيه. يعني احنا عندنا في سيناء وفي المناطق ديت عباره عن صيدليه مفتوحه، فكثير من النباتات الطبيه اللي الرائع الجائر اثر عليها، وان في كثير من النباتات المصريه اللي فيها مواد طبيه ذات فعاليه عاليه. يعني احنا رحنا سانت كاترين ولقينا في بعض النباتات تكاد ان تنقرض. تمام. من هذه النباتات زي نبات نبيتا سبت مكرياتا، وهذا النبات فيه روزمارينك اسيد نسبه عاليه جدا، مواد يعني انتي اوكسيدنت،
وفعلا استطعنا ان احنا ننتج هذه النباتات، وفي طريقنا ان احنا نوديها 6 كترين تاني حتى النباتات ما تبقاش ايه تلاشت. وكذلك احنا بنعمل رسالات ماجستير ودكتوراه في هذا المجال ان احنا نحافظ على هذه الاصول الوراثيه المصريه ونسجل. كذلك الزراعه التكنولوجيا الحيويه ساعدت قوي في بعض النباتات زي نخيل البلح. نخيل البلح عندنا احنا مشاكل حاليا بتواجهنا في سوسه النخيل. بالظبط انا كنت لسه اسرح حضرتك، يعني اعتقد يعني في دور مهم جدا بتقوم بيه التكنولوجيا الحيويه في التغلب على موضوع سوسه النخيل، وانتشر بشكل كبير وبشكل يعني يعني خلينا استدعي القلق من قبل مزارع النخيل. ده حقيقي. نتكلم بقى عن دور التكنولوجيا الحيويه في زياده زراعه النخيل، ده جزئيه، والجزئيه الثانيه في مواجهه بقى سوسه النخيل بتؤرق الكثير من مزارع النخيل. هو فعلا موضوع يعني الجزئين مرتبطين ببعض ارتباط كامل جدا. نعم. يعني محصول النخيل من المحاصيل الهامه جدا، اراضينا المصريه اكثر من 95% منها اراضي صحراويه، هذه الاراضي الصحراويه عايزه النباتات يعني تتحمل العطش، ان هي ندره المياه تساهم ان هي بتتروى بكميات مياه اقل، وكذلك ان هي تتحمل ظروف الاجهاد الملحي. فنخيل البلح هو من احنا عندنا في مصر أصناف جيدة، وبعض الأصناف العربية دخلت مصر، كل هذه الأصناف بتنزرع، الأصناف الطرية مزروعة موجودة في الوجه البحري. تمام. في رشيد وإيتكو والمناطق دي زي الزغلول والسماني. جميل. وذلك بوسط الدلتا في السيوي وفي في الواحات، سواء كانت الواحات البحرية أو الواحات أو سيوة أو الوادي الجديد. وطبعا هذه النباتات محققة نتائج باهرة جدا جدا، ومحتاجة إلى المزيد من الفسائل، ولكن الفسائل محدودة. التكنولوجيا الحيوية هي الحل لهذه المشكلة. تمام. إن هي اللي تقدم، وحاليا فيه يعني بعض المعامل نجحت إن هي تنتج نباتات بزراعة الأنسجة، وبدأت تنزرع مثلا في جنوب في أسوان النباتات الجافة زي السكوتي والملكابي والبرتمودة والجديلة والشامية وهكذا يعني. فالتكنولوجيا الحيوية هي القادرة على ذلك. طيب. في نفس الوقت تعوض التالف اللي بيحصل نتيجة سوسة النخيل، لأن سوسة النخيل في الوجه البحري أثرت تأثير سلبي جدا، ها؟ على، وبالتالي عايزين نعوض. نعوضه منين؟ نعوضه عن طريق التكنولوجيا الحيوية، يبقى إنتاج كميات وفيرة ذات صفات ثمارية كويسة تعوض هذا التالف. وفي نفس الوقت التكنولوجيا الحيوية كمقاومة لسوسة النخيل، العاملين في مجال المقاومة الحيوية باستخدام التكنولوجيا الحيوية حاليا عاملين في هذا المجال، حتى يبقى حل ذا شقين: زيادة أعداد النخيل للتالف والمطلوب للزراعة، ثانيا تعويض عملية سوسة النخيل وتركيز الأبحاث على سوسة النخيل حتى نجد طريقة مثلى لمقاومة هذه السوسة، سواء كانت الحشرة أو البيض أو اليرقات في النخلة نفسها. تمام. طيب دكتور إبراهيم، دلوقتي يعني لو حد من أخواننا المزارعين بيشوفنا دلوقتي وعنده إصابات في النخيل بتاعته من خلال سوسة النخيل دي، وحابب يستخدم التكنولوجيا الحيوية في التغلب على سوسة النخيل، يتواصل ازاي؟ ايه اللي ممكن يعمله؟ ازاي يحصل على التكنولوجيا الحيويه دي لمكافحه يعني سوسه النخيل؟ مكافحه سوسه النخيل بالنسبه للتكنولوجيا الحيويه ما زالت في البحوث، ما زالت بحثيا يعني حاليا ما زالت في طور البحث، طور التطبيق لسه في دور الاولاني. قد ايه وقت يا فندم طالما هناك الكثير من الاستخدامات اللي بتنتج عن استخدامات حاليا الاستخدامات للمبيدات، لكن احنا طبعا بنطالب الاستخدامات التكنولوجيا الحيويه لحد موضوع التكنولوجيا سوسه النخيل. موضوع كبير جدا جدا، وفي ابحاث يعني لسه للتطبيق لسه في الاطوار الاوليه. وقت قد ايه يا فندم يتم تطبيقها؟ اتمنى يعني خلال سنه هذا الموضوع يظهر للنور يعني. يعني ممكن نقول خلال سنه ان شاء الله ممكن نرتاح شويه كده من هاجس صداع سوسه النخيل يا فندم اللي موجوده دلوقتي. موضوع كبير جدا سوسه النخيل يعني، لكن الجانب الثاني انتاج الفسائل اللي تعوض التالف من مزارع نخيل البلح. الاستخدامات اخرى بقى الخاصه بقطاع الزراعه اللي بتستخدم من خلال التكنولوجيا الحيويه يا فندم، ايه هي؟ التكنولوجيا الحيويه زي ما قلنا دلوقتي في المبيدات الحيويه زي ما هتبقى في ان شاء الله في سوسه النخيل، انتاج نباتات مش محتاجه مبيدات. يعني محتاج زي في التكنولوجيا الحيويه البيئيه. تمام. ان احنا تنتج نباتات، هذه النباتات فيها صفه المقاومه. صفه المقاومه، وبالتالي ما انتش محتاج ترش، ها؟
مبيدات حشرية تلوث البيئة، وبالتالي تحمي النباتات وتحمي البيئة من آثار هذه المبيدات. تمام. كذلك إن أنت في مبيدات حيوية لبعض النباتات دي ثبت وجودها، يعني بالنسبة للطماطم للبطاطس وده تم تطبيقها دلوقتي. تم تطبيقها. الجهات اللي تم تطبيقها يا فندم والفلاح البسيط اللي بيشوفنا دلوقتي، يعني ممكن ازاي يطبق حاجات زي كده؟ يعني في شركات حاليا بتشتغل في مجال التكنولوجيا الحيوية في المبيدات، في حاليا فيه ولها استخدامات وظهرت للسوق. النتائج بقى ومعهد الهندسه الوراثيه الزراعيه كان طالع مركب من يعني وفي السوق حاليا. طب حتى نضع المزارع في الصوره، النتائج بقى اللي توصل لاستخدام التكنولوجيا الحيويه في هذه الزراعات يا فندم واهميتها؟ طبعا هذه اللي هي الزراعه النظيفه اللي هي بتبقى اسعارها غاليه، اللي بتدخل مع الزراعه العضويه، بدل هو ما بيرش بمبيدات حشريه، لا هيرش بمبيدات حيويه. هذه المبيدات الحيويه طبعا يمكن تكون التكاليف اكتر شويه، ولكن المنتج نفسه غالي الثمن، لو منتج عضوي، وبالتالي ده التعويض هيحمي البيئه، ها، ويحمي التربه من التلوث بالمبيدات الحشريه. طيب استخدام التكنولوجيا الحيويه في مصر نسبه نجاحها واستخدامها قد ايه مقارنه بالدول الاخرى اللي بتستخدم يا فندم التكنولوجيا الحيويه؟ احنا في بعض المجالات التكنولوجيا مجالاتها عديده وطويله للغايه. نعم. في بعض المجالات عندنا ناجحه للغايه، وخاصة في مجال زراعة الأنسجة. زراعة الأنسجة إنتاج نباتات خالية من الأمراض، وإنتاج نباتات بكميات كبيرة جدا خالية من الأمراض، دي يمكن مصر حققت فيها نتائج باهرة، ويرجع الفضل لوزارة الزراعة في أوائل الثمانينات لما عملت مشروع مصر كاليفورنيا لتطوير النظم الزراعية، وديت انتشرت للبلاد العربية، وإحنا فعلا عملنا معامل في بعض البلاد العربية زي الكويت زي السعودية لإنتاج نباتات خالية من الأمراض وبكميات كبيرة. كذلك مساعدة مربي النبات، دي التكنولوجيا الحيوية وحفظ الأصول الوراثية. حفظ الأصول الوراثية ممكن تحفظها في المعمل، وحاليا وزارة الزراعة عاملة بنك للجينات ومتميز جدا جدا في هذا المجال باستخدام التكنولوجيا الحيوية. تمام. فدي التطبيقات في وزارة الزراعة وحاليا بقى ده وزارة الصحة وبعض الوزارات الأخرى، استخدامات الكشف على الأمراض باستخدام التكنولوجيا الحيوية، البي سي ار ده من التكنولوجيا الحيوية. فكل هذه وبعد التكنولوجيا مرتبطة مع بعض ارتباط كامل، ما نقدرش نفصل التكنولوجيا الحيوية الزراعية عن الطبية عن الصناعية، كلها بتخدم خدمات متصلة ببعض اتصال كامل. تمام. إذا هناك الكثير من المجالات اللي تستخدم من خلالها التكنولوجيا الحيوية، هنتكلم ونستفيد أكثر عن باقية الاستخدامات، ولكن نستأذن بس حضرتك يا دكتور، نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. فاصل بسيط مشاهدينا ونرجع نكمل مع حضرتك. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن دور التكنولوجيا الحيوية تحديدا في مجال الزراعة وفي مكافحة سوسة النخيل اللي هي بتؤرق طبعا الكثير من مزارع النخيل، وأيضا دور التكنولوجيا الحيوية في يعني الزراعات النظيفة بدون استخدام أي مبيدات. ويمكن الدكتور إبراهيم قال لنا إنها يعني بتدينا إنتاجية عالية، وأعتقد بتبقى أفضل من الزراعات اللي بتستخدم المبيدات. أهلا بك دكتور إبراهيم عبد المقصود العميد السابق لمعهد الهندسة الوراثية مرة ثانية، وبرحب بحضرتك يا فندم مرة ثانية. نتكلم بعد اهم التحديات بقى اللي بتواجه استخدامات التكنولوجيا الحيويه بشكل عام، انتوا دوركم يعني يا فندم الاسس اللي انتوا وضعتوها من خلال مواجهه هذه التحديات والنهوض ايضا بالتكنولوجيا الحيويه حتى تواكب كل المجالات والاستفاده منها الاستفاده المثلى. حاليا احنا يعني نهتم قوي بتطبيقات التكنولوجيا الحيويه وبدا الاستفاده منها داخل مصر. نعم. في محصول زي محصول البطاطس احنا بنستورد من الخارج سنويا العروه اللي انزرعت الفتره اللي فاتت ديت. نعم. بكميات كبيره ومبالغ كبيره جدا. التكنولوجيا الحيويه قادره على حل هذه المشكله نسبيا بانتاج النباتات الخاليه من الامراض. البطاطس عندنا بتعاني من في اصابه من المن بثلاث فيروسات اساسيه وثلاثه فرعيه، زي البوتوتو فيروس اكس وواي والليفرول والايه والام والاس. هذه الفيروسات عشان تحت الظروف العروه اللي بتنزرع ونتقي منها بعد كده بيبقى نسبه الاصابه الفيروسيه فيها عاليه. التكنولوجيا الحيويه قادره على انتاج النباتات الخاليه من هذه الفيروسات، وبالتالي
بنقترح ان تدريجيا يقل استيراد تقاوي البطاطس، لو بدانا نقلل 5% ثم 10% وهكذا، ها خلال 5 6 سنوات نستطيع ان يكون نسبيا في اكتفاء ذاتي مع الاصناف اذا كان في اصناف جديده ومع التنسيق، لكن التكنولوجيا هتبقى قادره فعلا اللي هي تحل مشكله زي هذه المشاكل. وبالتالي نخفف الابعاد عن المزارع، عشان المزارع في البطاطس في العروه اللي انزرعت في شهر واحد بيشتري باسعار عاليه غاليه جدا جدا نتيجه الاستيراد، وحنان بيقطع الضرنه والضرنه بتبقى عرضه للاصابه بالامراض. احنا لا بنقول عن طريق التكنولوجيا الحيويه يمكن انتاج تقاوي البطاطس، ها ميني تيوبرز صغيره الحجم ما تقطعش، وبالتالي ما يبقاش فيه اصابه بالامراض، وتبقى انتاج من خلال التكنولوجيا الحيويه المصريه الزراعيه، وتنتج ايه وبالتالي نقلل الاستيراد تدريجيا. ثانيا الاستيراد نفسه ممكن يجيب لنا امراض زي ما حصل في العفن البني. تمام. فانا البني جاي من بره من التقاوي اللي جايه من بره، وهو حاليا بيحاربونا كثير من الامراض المستوطنه عندنا كان سببها الاستيراد من بره. ايوه تمام. وبالتالي هنقلل هذا الاستيراد وتكون التكنولوجيا الحيويه قادره على هذا الحل. اكاديميه البحث العلمي تساعد حاليا في مشاريع بحثيه لحل مثل هذه المشاكل، وان شاء الله هيكون العائد المجزي للمزارع نفسه في البطاطس بالذات، لان الفلاح المصري متميز وله خبره كبيره جدا في زراعه البطاطس. واراضينا مناسبه لذلك، وخاصه الاراضي الصحراويه حاليا ما فيهاش العفن البني، العفن البني في الدلتا اللي جابه التقاوي اللي احنا استوردناه، وبالتالي نستطيع جزئيا نحل هذه المشكله. صح هنواجه مشاكل كتير، يعني الناس اللي هم مستوردين للبطاطس احتمال تبقى فيها مشاكل، بنقول له حتى نتعاون سويا المستورد للبطاطس مع التكنولوجيا الحيويه المصريه، بدل ما بتتعاون مع الصين ومع الهند وبتجيب من يوتيوبرز من هناك، لا احنا هنا بنقدر نعمل خد من التكنولوجيا الحيويه المصريه من يوتيوبرز واعملها انت سوبر اليت واليت، وادي المزارع بس الطريقه ديت نقلل التكاليف، منقلل دخول الامراض، نشيل الحمل والعبء عن المزارع اللي احنا عايزين دايما ندعمه واللي له خبره كبيره في هذا المجال. طيب دكتور ابراهيم عار، برضه يعني التكنولوجيا الحيويه دور في مكافحه باقي انواع الافات اللي هي بتصيب يعني الزراعات زي اللفحه الناريه، زي ذبابه الفاكهه، او بعض الامراض الفيروسيه اللي بتنتشر يعني في هذه الزراعات، التكنولوجيا الحيويه قادره يا فندم طبعا على قادره، وحاليا في ابحاث كثيره على هذا الموضوع. اللفحه في الكمثرى بتسبب خسائر كبيره جدا جدا، حاليا في شغل بالباي تكنولوجيا على اللفحه وعلى معظم الامراض الفطريه والحشريه، في شغل باي تكنولوجي، ونتمنى ان شاء الله ان هو يظهر للنور، في بعض ظهر للنور يعني قريب ويبقى له دور، وعايزه صبر شيء من الصبر، واللي يعرف ان دي زراعه نظيفه. نعم. وهذه هتبقى مزارع اللي هي بتزرع بدون اسمده معدنيه، مع في وجود هي الزراعه الحيويه، هذه الزراعه الحيويه والرش بالمبيدات الحيويه والتسميد الحيوي هيطلع طبعا زراعه سعرها غالي جدا. بالظبط. احتمال يكون الانتاج في الاول اقل. ده احتمال، يعني الانتاج يبقى اقل ولكن اسعار تعوض، ويبقى ده مجال للتصدير رائع. مجال للتصدير للمنتج اللي ما فيش بقايا مبيدات، واللي ما فيش بقايا اسمده، ما فيش بقايا نترات، ده طبعا منتج رائع ومتميز جدا، ممكن وناخد يعني يبقى لنا سمعه طيبه في هذا المجال، وبالتالي هيكون عائد اقتصادي كبير. نعم. يعني نقدر نطمن ان شاء الله نقول في فتره وجيزه سوف يعني يكون استخدامات متعدده للتكنولوجيا الحيويه في التغلب والتصدي ومكافحه كل الافات اللي هي ممكن ايه تسبب خسائر فادحه لاخواننا المزارعين في زراعتهم المختلفه. اخيرا بقى، تنصح بقى المزارعين والفلاحين اللي بيشوفونا دلوقتي عن استخدامات التكنولوجيا الحيويه انهم يستخدموا ويحرصوا دائما على استخدام ومواكبه ما هو جديد وما هو متطور في استخدام التكنولوجيا الحيويه، تقول لهم ايه يا فندم حتى يحرص الجميع طبعا على استخدام التكنولوجيا الحيويه والتغلب على كل المشاكل اللي بتواجههم في مجال الزراعه، سواء من افات، سواء من مبيدات، سواء من الحصول على افضل منتج زراعي امن وحيوي ونظيف، وطبعا يفيد الزراعه بتاعتنا ويفيدنا احنا كصحه عامه يعني بشكل عام. التكنولوجيا الحيويه عامل خادم لمنتج النبات ومربي النبات، فهو عن طريق
التكنولوجيا الحيوية مربي النبات هيوصل لأحسن إنتاج، لأحسن أصناف جديدة في وقت قصير. المنتج اللي بينتج اللي هو البستاني سواء كان في مجال البساتين خضار أو فاكهة أو في مجال المحاصيل الحقلية هو بيساعده أو بيخدمه المتخصص في التكنولوجيا الحيوية، فالتكنولوجيا الحيوية خادم لهذه المنتجات. وبالتالي بنقول إن التكنولوجيا الحيوية خلال فترة بسيطة هنقلل استخدام المبيدات، نقلل استخدام الأسمدة، لأن احنا طبعا الأسمدة عندنا مشاكل كتير استيراد ومشاكلها كتير. نعم. بنحاول بقدر الإمكان تقليل استخدام الأسمدة، تقليل استخدام المبيدات، عمل مزارع عضوية تعتمد على التكنولوجيا الحيوية في المبيدات الحيوية. في الطرة اللي هيبقى عند الزراعة نظيفة، في هذه الحالة هنقلل الأمراض، حتى لو سعرها زاد شوية ولكن هيبقى فيه الأمراض هتقل، إصابة بالأمراض نتيجة المبيدات ونتيجة الأسمدة هتقل. وكثير من إحنا بنصرف في الصحة مبالغ طائلة، لا هنزود نسبيا في الزراعة بحيث إن إحنا نقلل الأمراض، وثانيا تصدير راقي جدا جدا، منتج نظيف إلى الغاية باستخدام التكنولوجيا الحيوية. طيب دكتور ريم، حضرتك تعلم يعني ان الفلاح والمزارع المصري ذكي بطبيعته، ما يقدرش يجرب الحاجه غير لما يشوفها على ارض الواقع وحققت يعني نتائج ايجابيه. هل سوف يكون يعني حقول التجارب يتم من خلالها يعني اخذ عينات او وضع الفلاح او المزارع في الصوره حتى يستطيع ان يقتدي بهذه الحقول اللي تم الاستخدام من خلال التكنولوجيا الحيويه وادتنا انتاجيه مفيده وجيده؟ فعلا الفلاح المصري من اذكى الناس. تمام. مش هيعمل حاجه الا لما يشوف تجربه وشافه زي الحملات القوميه. تمام. بيتم في الحملات القوميه، الحملات القوميه في القمح حقق نتائج باهره جدا جدا، ها نتيجه ان الانتاج شافوا بنفسهم انتاج زاد تقاوي، ها طريقه التسميد طريقه وبالتالي الفلاح طبق وجاب نتيجه زي الحقول الارشاديه واحسن. نعم. عشان خد البروتوكول كامل اللي هيشتغل من خلال. نعم. كذلك في انتاج النباتات اللي هي الزراعه النظيفه، الزراعه النظيفه لما بيشوف، بس دي طبعا بتتطلب بعض الاستعدادات. نعم. في الاول بالزبط. لما هو بيشوف هذه المزارع ان هي بتصدر او بيتاخد منه للتصدير بمبالغ عاليه، والمنتج بتاعه الكيلو بدل ما بيعه بجنيه هيبيعه بثلاثة جنيه ولا ربع جنيه. تمام. طبعا هيرجع الى. نعم. هذه الزراعه النظيفه. بالزبط. لكي يحقق الايه الاهداف. ثانيا الدور كمان على وزاره الزراعه والاجهزه العلميه ان هي تدعم الباحثين اللي عاملين في هذا. نعم. المجال حتى توصل هذه المعلومات للمزارع. إذا مع كثرة هذه الاستخدامات والفوائد التي تكمن في استخدام التكنولوجيا الحيوية، تحتم على الجميع ضرورة استخدام التكنولوجيا الحيوية. حضرتك يعني ذكرت خلال هذا اللقاء هناك الكثير من الفوائد والاستخدامات، أهمها النهوض بقطاع الزراعة، التنمية الزراعية، أيضا التغلب على كل المشاكل اللي تواجه إخواننا الفلاحين في زراعتهم سواء من آفات أو أيضا التغلب أو يعني خلينا شوية نتجنب استخدام المبيدات ونحصل على زراعة نظيفة آمنة، وأيضا دور التكنولوجيا الحيوية في التغلب على سوسة النخيل. اعتقد يعني استخدامات مهمة جدا. اتمنى يا رب اخواننا الفلاحين والمزارعين يكونوا دايما على تواصل في استخدام التكنولوجيا الحيوية، حابين تستفسروا كمان، حابين تتواصلوا بشكل مباشر مع القائمين على هذه التكنولوجيا، لتتصلوا على قناة مصر الزراعية على كل رحب وسعة صدر، نحاول نوصل مع حضراتكم لكل هذه الجهات. شكرا لحضرتك في نهاية هذا اللقاء دكتور ابراهيم عبد المقصود العميد السابق لمعهد الهندسة الوراثية، شكرا لك يا دكتور، شرفتني يا فندم. شكرا لحضراتكم مشاهدينا، يا رب تكونوا استفدتوا النهارده من فقرات برنامجنا الحوارية. خلصت حلقتنا النهارده، عادت هذه الحلقه النهارده 12 بالليل، تحيات فريق العمل وتحيات عاصم الشندويلي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.